Aloha Center for Media Freedom, we initiated this program because we think it is very important the young generation understands what media technology, and what journalism is actually all about. This generation is inundated, you know, with new technologies and with a multitude of messages. So media literacy is really about the ability to handle this and to make a selection and to understand how the media works. A junior reporter from Doha Center for Media Freedom. Today we will interview a couple of teachers about using electronics such as iPads, computers. التعليم الإلكتروني حل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب كحمل الكتب الثقيلة أو استخدام بعض الكتب المتهالكة وصعوبة التواصل مع المعلم في بعض الأوقات. وهذا التقرير من مدرسة أمل أبنتها، وكانت معكم الصحبيات الصغيرات هيا وفاء وبقاء من مدرسة أمل أبنتها. أنا بنت وهب لتطبيقها، وذلك لما لها من مميزات في توفير طرق جديدة وتوصيل المعلومات بسرعة ودقة عالية. كان معكم فريق مراسلو مدرسة علي بن أبي طالب. في قطر احنا بدينا برنامج التربية الإعلامية كتجربة بأربع مدارس بسنة 2011. التجربة كانت رائعة جدا، النتائج وردود الفعل كانت ممتازة جدا، التفاعل من الطلاب من الأساتذة شجعنا جدا على انه نوسع برنامجنا. نسعى لانه هذا البرنامج نتيجة النجاح الفائق ونتيجة ردة الفعل الممتازة نسعى لأنه يغطي كافة المدارس في قطر كخطوة أولى لامتداد هذا البرنامج على مستوى الوطن العربي. بدأنا العمل كتجربة مع صحفيين ناشئين في إشراك تدريبهم بالأساس على مفاهيم الإعلام الأساسية، على كيفية عمل لقاء صحفي، محاولة تحليل المادة الإعلامية، المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي. أنا شاب محظوظ لأني قدرت أنفتح للعالم الإعلامي. أنا شاب محظوظ لأني قدرت أعيش الإعلام بعينه. أنا شاب محظوظ لأني قدرت أظهر على التلفاز والراديو وقدرت أسوي مقابلات. أنا شاب محظوظ لأني عشت تجارب الرفض والانتقاد. I'm a junior reporter for the Doha Center for Media Freedom. And my dream is being accomplished because I was given an opportunity to be a journalist, regardless of the fact that I am not studying journalism in the university that I go to, but I'm still doing what I love. And at the same time, I'm doing something else that I'm also interested in. لا هذا معصب عليك لا صح اوكي يعني اوكي. ما أهمية الإعلام الجديد في دعم التعليم وتطويره؟ هاي I'm Dina. I'm from Doha Center Media Freedom. انا يوسف عمر من سنة شوي. I would also like to pursue a career in medicine, but I am interested in journalism and communications as well. مزعلانة بس يعني أشوف الكاميرا تحرك ما أقدر أطالعها. ما أهمية الإعلام الجديد في دعم التعليم وتطويره؟ Hi, I'm Dina. I'm a junior reporter for the Doha Center for Media Freedom. What's up? I'm Abdullah. Hello, I'm Muhammad. Hi, I'm Safa.
مرحبا، اسمي غبية. Hey, I'm Dina. أهلا، أنا علي. مرحبا، أنا محمد. And we are the junior reporters for Doha Center for Media Freedom.